ندى عقيقي، مساء الخير ندى. ندى، كيف بتقاربي، انت ايضا ام لاولاد، كيف بتقاربي مساله العنف اللي بيلجا فيه الاهل، بعض الاهل لتربيه الاولاد؟ انا ربيت اولاد ولدين وما اضطريت ولا مره اضربهم ولا اضطروا هن يتصرفوا غلط، لانه من اول الطريق عرفوا شو هن حدودهم بكل رواق، ما اضطر يطلع على الشارع لا يغتصب حدا، صاروا شباب. ما بدي اضربه لانه انا تربيت بلا ضرب، يعني وقت اللي بدي انا اضربه وقت اللي بده يكبر بده يصير يضرب زيت الطريقه يعني. دونك تيقدر يربي الواحد ابنه بده يفرجيه شو هو الصح والخطا بلا ما يقول له انه انا عم بهذبك تتعرف الولد الصح بيفهم والخطأ. عم بيقولوا لك الولد ما بيفهم غير بالضرب. كل انسان، نحن الفارق بيننا وبين الحيوان انه خلقنا الله عطانا عقل، كل عقل مفكر بضل بيفكر الولد من هو صغير. ما حدا بيقدر يعرف ابن السنه كيف نظرته لاهله وقت اللي اذا هو جوعان وبكي اضطريت اضربه تيوقف بكي، وقت اللي انا ضربته تيوقف بكي لانه ولد بيبي جوعان، مش معناتها انا ربيته، معناتها وجعته من وجعه ووقف بكي. ما فيني اقول انا فيني ربي بالضرب ابدا ولا بشكل. احمد انا عتك، لا انا بدي برهن لها شغله. حضرتك عم تقولي لي انت تربيتي ببيئه ما كلتي لا ضربي ولا قتلي، عال اوكي انا كلت قتل من بيي وكلت قتل بزغري، ما صار علي اي مشكله بالحياه. المشكله نحن قاشعين وعلى بس بتعنف اولادك. نحن المشكله مش انت مش قاشعه، بس نحن قاشعين المشكله اللي فيك. اجيلنا وين اليوم؟ خليني انا وياك اجيلنا فلتلين. عفوا اجيلنا راحوا. اللي نحن تربيتنا لاولادنا ولو ضربناه لولدنا ما بياثر، بس اجيلنا لانه تركناهم بلا ضرب فلتوا. اليوم اذا جربت الحوار اول مره، ثاني مره الحوار ما مش الحال، كيف بيرتدع ابنك؟ شو بتستعمل معه؟ انا بدي اساله شو عم بيعمل ابنه؟ قال لك اذا تاخر من السهره بده ضرب. اذا تاخر بالسهره ليش هو صار رجال بلا ما يتاخر بسهرته يوما ما من وقت كان شاب؟ اليوم قالت قبل شوي لينا ابنها كان عم بدخن، عنفته وعاقبته وضربته وحرقته لسانه وما بقى يدخن. برافو عليها. برافو عليك. انا بطلب من جوزها بس يصل على البيت وما تعجبه الطبخه يحرقها بالنار يلي عملت فيها الطبخه. اوه استاذ مالك، انا استاذ مالك. هي بتقبل على حالها هيدا العنف؟ عم تستعمل قويتها. لحظه مدام، انا صح عنيفه اذا بتريدي. لحظه ما خلصت. انا عنيفه، انا عم تستعملي قويتك جسدك قويت عمرك على انسان صغير وضعيف. اليوم ما عم بتكوني له عقل، عم بتكوني له خوف. خوف من مين؟ من الاكبر. هيدا الانسان بس يكبر بده يكون عنيف مع مرته، بده يكون عنيف مع اولاده، حيكون قاسي لانه جسمه تمسح. مثل ما انتم بتستعملوا الكلمه، لا ما تمسح. وقت الجسمه تمسح انا بتعامل معه. هذا الشيء اللي عمله غلط وانحرق وتعاقب عليه وبطل يعمله. ليه خليتيه يدخن بالسر؟ ليه خليتيه يدخن بالسر؟ لو كان حضرتك كان في حوار انت وياه، كان اذا حب يدخن دخن قدامك. انا ربيت، شو كنت عملتي؟ انا كنت صبيه ودخنت. شو كنت عملتي؟ شفتي ابنك عم بدخن بالسر؟ بقول له، قلت له صارت معي انا بدخن، وانا وقت كان صغيره ودخنت. قال لي بيي، قال لي بدك تدخني، بتدخني قدامي. وقت ما خفت منه يا قررت دخن يا قررت وقف. ابني قال لي زيت الشيء، قال لي بدي ادخن، قلت له اذا بتحب تجربها وحبيتها قرار لإلك، بس لانه الدخان انا غلقت فيه. ليه انت ولقيته غلطه؟ سؤال افضل انت ما نصحته. ندى، ليه ابنك اجى قال لك وما قال للينا؟ لانه مش خايف مني، انا مش رعب قدامه. انا من هو وصغير شو بده يعمل؟ يعمل قدامي. ليه بدي؟ ما اضطريت الحقه بالملعقة الخشب ولا بالقشاط ولا بالنبريش ولا بالتلفيران. جامد لافي. اذا اجى قلتي له هالكلام، نعم. انت اذا قلتي له هالكلام، نعم. وما ارتد لورا، شو ارتد؟ بل ماشي وقال لك حلي عني. انا اصلا بده يقول لي حلي عني إيه؟ اذا طريقه التربيه بالاول كانت غلط. طيب ما طريقه التربيه، ما عم نربيهم ما رح يقول لك هني وصغار بدون قاتل. ما رح يقول لك حلي عني. ما رح يقول لك 15 بالطالع عم نضرب، يعني ما بيقول لك حلي عنك وعم نعملهم رفقه النا. لا عرفت من السبع سنين لل 15 سنه عم بتكون رفيقته، ما بيقدر يوقفك. شو يعني خطوه هون التربيه؟ هون بده كل والد بده يغلط لانه صار عم يوعى. شو يعني هون التربيه؟ على ال 15 صار واعي، صار بيدرك لكل شغله الغلط والصح. وبتضربيه؟ بضربه، نعم. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.